السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. دعا عدد من الكتاب والمدونين المنضوين تحت لواء مبادرة أقلام في خدمة الوطن الشعب الموريتاني وقواه الحية إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية المرتقب الاستفتاء حولها في 5 أغسطس القادم. وقال الكتاب والمدونون خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن التعديلات الدستورية تعزز اللامركزية وتقوي من فعالية المؤسسات الدستورية، كما تضفي معنى الوفاء للشهادة والتضحية من خلال العلم الوطني. احتج عدد من الشباب ينحدرون من مقاطعة تامشقط بولاية الحوض الغربي أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط للمطالبة بتعبيد الطريق الموصل إلى المدينة. وقال المحتجون إن مدينة تامشقط تعاني منذ 90 عاما، داعين السلطات إلى فك العزلة عنها وتعبيد الطريق نحوها. يحتج عدد من طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية أمام مقر وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في نواكشوط للمطالبة بصرف منحهم الدراسية التي قالوا إنها مكسب طلابي ترفض الإدارة الحالية للمعهد تحقيقه. ودعا الطلاب المحتجون وزير الشؤون الإسلامية إلى التدخل من أجل إنصافهم وصرف منحهم الدراسية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. 3 موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.